الحمد لله. اليوم أول يوم بعد الحجر الصحي. حنا كشباب توحشنا القهاوي، توحشنا نجلسوا في قهوات نشربوا قهوة، نجي نفطروا هنايا. قهوة د لاسويت فاس، قهوة كتعجبني. كنجي كنشرب قهوة، كنفطر في الصباح كيف ما شفتوا اليوم الناس راهم جالسين. جيت انا نشرب قهوة ديالي هنايا، هادشي اللي كاين، وربي يرفع علينا هذا الوباء ان شاء الله في القريب العاجل. صراحه احساس زوين حيت مبروك عندنا الديكونفينمون، عينا صراحه بالدار والوباء وكل شيء. دونك كنجيو هنا كنفطروا مع العائله مع الاصدقاء ديالنا، الحمد لله ان شاء الله يترفع علينا هذا الوباء ونعيشوا مزيان. سي محمد الخضر كمسؤول على سيرفور هنا في لاسويت. الحمد لله كما كتشوفوا حنا قايمين بالواجب، كل شيء الحمد لله. المسائل ديال التعقيم، التباعد، لي بيرسوني كلهم كما كتشوفوا الحمد لله كل شيء قايم بالدور ديالو، كل شيء فاهم شنو ليه وشنو عليه. الحمد لله حنا مستعدين، كننتظروا الزملاء ديالنا في كامل الاستعداد. كنتمنوا من الله اللي يرفع علينا هذا الوباء، وكنتمنوا من الله الشفاء للجميع، الله يشافي الجميع. اليوم الحمد لله حنا مضامنين مع الشعب المغربي كامل، وكلنا قلوبنا مع المصابين كوفيد 19، وتنتمناو الشفاء للجميع. واليوم الحكومه ديال صاحب الجلاله اعطتنا هاد الفرصه باش نعيدوا افتتاح الفضاءات في المغرب الحمد لله كامل. وحنا بما اننا عندنا محل، عندنا مؤسسه اللي فيها متسع من الحديقه ومتسع من هذا، فتحنا وتنحاولوا نكونوا على قدر المسؤوليه اللي عطاتنا لا السلطه ولا وزاره الصحه ولا الزبناء ديالنا ولا كل شيء، باننا غادي نستغلوا الفضاء ديالنا وغادي نخلينا المسافه القانونيه وغنديروا كاع شروط الوقايه الصحيه. وتنتمناو بان الحياه تستمر ويعود الامل كاع للبشريه، ماشي تنقصد غير المغرب، تنتمناو الجميع ربي يشافي الجميع، وتنتمناو الحياه تعود للطبيعه ديالها والانسانيه كلها تتمتع بالصحه ديالها، وربي سبحانه وتعالى يشافي الجميع ويشافي. وحنا الحمد لله غادي نخدموا بالطرق ديالنا، والحمد لله البلاد ديالنا وسيدنا الله ينصرو ما تخلاش، دار بزاف المجهودات ديالو له الحكومه. وبهذه المناسبه نتمنى الشفاء العاجل لسيدنا الله ينصرو اللي جرى عمليه مؤخرا وتمثل الشفاء. تنقول الله يبارك في عمر سيدي وتنتمنى التوفيق للجميع. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.